قالها الدكتور علي قبلي، قال لك ما تم، ما هو الشيء استثنائي، هو اللي كان مفروض يكون من زمان، لأن هذا الواقع. مصرف ليبيا المركزي عنده مقومات كبيرة جدا لمواجهة أي تحدي من السوق الموازي. السوق الموازي في الآخر بكل، حتى شفنا في الأيام هذين نزل بنسبة 95%، يعني تصور أنه نزل إلى 5%. البطاقات $4,000 اللي كل الناس كانت تتكالب عليها، اليوم عاش في حد يبيها، لأن هي في الواقع أي واحد يشتريها حيخسر فيها 250 دينار. فالإجراءات اللي هي كانت واجبة وواجبة من زمان، ولكن نشكر طبعا الإدارة الجديدة على أنها كان عندها شجاعة وقبلت كل الانتقادات نتاع الماضي اللي كانت ترد بطريقة عشوائية، قبلت بها ونفذتها. طبعا شخصيا أنا حتى ضد عملية وضع أي قيد، يعني بودي أن تكون مفتوحة. يعني اليوم حتى لو كل الليبيين يبوا يشروا دولار، ما يقدروش يشروا أكثر من 30 مليار من الدولارات اللي عند المركزي، والمركزي عنده فوق 90 مليار احتياطيات. شو معناته؟ معناته ما عادش نلقوا حتى دينار واحد في الشارع، ونتموا نجروا ورا الدينار، ويبقى الدينار هو العملة المفقودة، ويبقى هو العملة فعلا الغالية. فأنا أهني الإدارة والإجراءات، بودي لكن تكون مفتوحة، ما فيش معاش في حاجة اسمها شرط اليوم في القرن 21. وكذلك لازم نفهم اللي شيء اللي أغلب الاقتصاديين، حتى الاقتصاديين الليبيين، مش فاهمين أن دور المركزي هو استقرار معدل عام الأسعار وإدارة النقد وكبح التضخم. يعني هذين مهام الأساسية الأولية، ما هوش من مهامة أنه هو يدخل عليه دولارات يحطن على جنب ويقول أنا زاد احتياطياتي. يعني نحن شفنا زيادة الاحتياطيات شن دارت. أوكي، نحن صحيح من عام 2011 لغاية 2015 الاحتياطيات انخفضت من 120 مليار إلى 65 مليار، ولكن كذلك شفنا من عام 2015 لعن نهار اليوم ارتفعت من 65 مليار إلى تقريبا 90 مليار. ولكن في الفترة هذه اللي ارتفعت الاحتياطيات بتقريبا 50% من 65 ل 90 أو 45%، ما أعتقدش الرقم بتاعي، لكن من ارتفعت بما يتعدى 25 مليار دولار، شن صار في الدينار؟ ليش؟ لأن بقى التركيز أكثر والتمجيد أكثر والبهبرة أكثر، أن نحن قاعدين نجمع في الاحتياطيات بدل من أن نحن ندير السياسات النقدية بطريقة أن يكون في استقرار نقدي ويكون في استقرار الأسعار ويكون فيه كبح التضخم. نحن خلال هالعشر سنوات اللي فاتت، إيه صحيح زدنا من الاحتياطيات 25 مليار، ولكن شنسمه حرقنا الدينار الليبي بما يقارب تقريبا 80%. وهذا دليل عن إذا كانت الاحتياطيات مهمة أو غير مهمة. أنا نعرف أن واجدين منا عندهم عقدة الدولار، يعني إحنا عندنا عقدة الدولار، ولكن الحكومة الليبية مصروفاتها دينارات وليست دولارات، فبالتالي هي من واجبها أن تخلق فرص للقطاع الخاص الليبي بحيث أنه هو يعمل ينتج يكبر ويبدأ بالفعل يساهم في هاللي نحن دائما نتكلم فيه، تنويع الاقتصاد. ولكن تنويع الاقتصاد ما يجيش من خلال استثمارات حكومية، ما يجيش ولا يمكن. الحكومة مفروض تكون أهدافها محددة معروفة، هل هي الصحة، التعليم، بناء القدرات، حماية الحدود، حماية الحقوق، تنفيذ القانون، نفاذ القانون. ولكن مش ان حكومه تبقى تدير لي في عمارات وتبقى تدير لي في هوتيلات وتبقى تدير لي في منتجعات، مش هذا دور الحكومه. فنرجع ونقول نحن اليوم، يعني الحمد لله الشعب الليبي كله او اغلبه متفائل، وبقى يشوف في كيف ما يقولوا في ضوء في اخر النفق اللي كان مظلم. يعني لغايه 3 أسابيع فاتت كنا نهدد بكلمة والله يبوا يفرضوا علينا النفط مقابل الغذاء، ما هذا كلام فارغ.
شنو نفط مقابل غذاء؟ نحن ما احتلناش أي دولة ولا سببنا أضرار لأي دولة، نحن كل الأضرار سببناها لأنفسنا بأنفسنا بأموالنا بطاقاتنا بقدراتنا بشبابنا، الأضرار كلها نحن يعني نحن سببنا أضرار لأنفسنا، ما حد سببنا.